ايه ده؟ unbelievable، انا مش مصدق نفسي. down ليها اربع معاني اساسيه ومستخدمين بكثره في اللغه الانجليزيه غير المعنى اللي احنا نعرفه اللي هو تحت او اسفل. هتسمعهم في محادثات يوميه، في اغاني، في افلام، فالموضوع مهم جدا ولازم تعرف المعاني المختلفه لـ down. اول معنى معانا النهارده وهو down بمعنى eat quickly، يعني تاكل حاجه بسرعه، زي ما بنقول بالعاميه المصريه ينهط يعني او يزلط. okay for example he okay down four sandwiches before I could even finish one. يعني هو زلط لهط بلع اربع سندوتشات قبل ما انا حتى اخلص واحد. ممكن تستخدمها مع اكل او شرب، يبقى down معناها ياكل بسرعه. down. تاني معنى معانا اوكي داون ممكن تيجي بمعنى اجري، يعني يوافق. يعني مثلا بقول لك يلا نروح السينما، ممكن تقول لي ام داون وذ ذات، ام داون وذ ذات، يعني انا موافق. اوكي تالت معنى معانا داون ممكن نستخدمها كصفه بمعنى unhappy، يعني مش مبسوط. يعني فور اكزامبل ام داون افتر ماي لوس، اوكي انا مش مبسوط بعد الخساره بتاعتي. I'm down after my loss. أو he's down، هو مش مبسوط أو مش سعيد. After his wife died، من بعد ما مراته توفت. أوكي رابع معنى معانا down ممكن نستخدمها برضو كصفة بمعنى شيء معطل بشكل مؤقت. أوكي حاجة معطلة، ماكينة معطلة وهكذا. يعني مثلا the connection is down. The connection is down يعني الاتصال أو الإنترنت معطل، لكن هيرجع بعد كده. The connection is down. ممكن كمان تقول الناس اللي شغالة في خدمة العملاء زي Vodafone وأورنج بيقولوا the system is down. The system is down يعني السيستم واقع أو واقف أو معطل. ممكن كمان تقول the elevator اللي هو المصعد، the elevator is down، يبقى down معناها معطل برضو. يبقى عندنا أربع معاني أساسية النهاردة الـ down. أول معنى معانا اللي هو ياكل أو بشكل سريع يلهط يعني أو يزلط. تاني معنى معانا وهو agree يوافق. تالت معنى معانا وهو مش مبسوط أو unhappy. وآخر معنى معانا اللي هو معطل. لو الفيديو عجبك شير ولايك. سلام.